السلام عليكم. السلام عليكم أعزائي. يعني الصوت واضح، أمل أن تكتبوا إذا كان الصوت واضح. أمل أن تكتبوا إذا كان، الحمد لله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء الحي الثاني، اللقاء الحي الثاني. للأسف اللقاء الحي الماضي كان هنالك خلل فني، ربما منعكم من الدخول إلى اللقاء الحي. سنحاول أن نعوض اللقاء الذي فاتنا لاحقا إن شاء الله. دعونا، يعني إذا لم يكن لديكم أي سؤال أو استفسار، يعني تفضلوا، أعطيكم المجال في البداية إذا كان لديكم استفسارات تريدون أن تطرحوها. طيب، في أي وقت يعني لديكم استفسار تستطيعون طرحه. اليوم إن شاء الله نستكمل اللقاء الحي الثالث في تعريف مفهوم ريادة الأعمال. يعني أنتم بتعرفوا ريادة الأعمال بالإنجليزي entrepreneurship، وهذه الكلمة بالمناسبة هي دخيلة على اللغة الإنجليزية، جاءت من الفرنسية، من اللغة الفرنسية، وتتكون من نقطتين: entrepreneur اللي هو رائد الأعمال، وهذه تمثل حالة ذهنية لرائد الأعمال، بالإضافة إلى الشيب الثاني، suffix اللي هي إنه يمتهن مهنة وله خبرة متخصصة في مجال في مجاله. فإذا من الكلمة هذه نستطيع، طبعا هي تعريبها حقيقة يعني شيء، بعض الدول يقولون العمل الحر، الاعتمار، المقاولاتية، ولكن ما اعتمد في دول الخليج والدول العربية بصفة عامة في المشرق هو مصطلح ريادة الأعمال كترجمة للمصطلح الفرنسي الإنجليزي entrepreneurship. تعريب المصطلح هو ريادة الأعمال طبعا، وهذا نستطيع أن نحلله بأن يركز على رائد الأعمال وحالته الذهنية، الشخص الريادي، المقطع الأول. والمقطع الثاني على أنه هو يمتهن مهنة لها خبرة ولها مهارات يجب أن يمتلكها الشخص، يعني لا نكتفي فقط بالحالة الذهنية. نعم، ونحن في البداية نعرف الكلمة، نتعرف على الكلمة التي تعبر عن هذا المفهوم، ثم نتطرق إلى نحلل الكلمة، ثم نتطرق إلى التعريفات التي قدمت. فالكلمة توضح علاقة ما بين المفهوم والشخص الذي يتولى الريادة. يعني نجاح أي مشروع ريادي مرتبط برائد الأعمال. فإذا كان رائد الأعمال شخص يمتلك تلك الحالة الذهنية والصفات والمهارات والخبرات، فسيقود هذا إلى نجاح مشروع ريادي. وإذا كان لا يمتلكها فلن يكون لنجاح المشروع حظوظ. فطبعا هذا يعني مفهوم ريادة الأعمال كما ذكرنا سابقا أصبح أساس من أسس النمو الاقتصادي والتوظيف الأمثل للموارد في طبق الدول المتقدمة وحقق نتائج عظيمة. نستطيع أن نشاهدها بما نمتلكه من منتجات مبتكرة، وأصبحت الدول النامية ودول العالم الثالث تهتم به لتحقيق نفس الفوائد، يعني وضمنها بلداننا العربية، ونتمنى أن ينجح ذلك إن شاء الله. الآن نيجي للتعريف. يعني في عندنا عدة تعريفات موجودة في الكتاب المعتمد اللي هو ريادة الأعمال للدكتور
الأستاذ الدكتور الشميمل هو دكتور وفاء البريد، منها أنه نشاط ينصب على إنشاء مشروع عمل جديد ويقدم فاعلية اقتصادية مضافة. هذا جانب مهم، ضروري أن يقدم فاعلية اقتصادية مضافة، أو يعني إدارة الموارد بكفاءة وأهلية متميزة، حتى نقدم إما شيء جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي وإداري جديد. من أكثر التعريفات بساطة وشيوعا لريادة الأعمال التعريف التالي: إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة. لاحظوا، يركز هذا التعريف على اثنتين من الصفات الهامة جدا في ريادة الأعمال. يعني أنا يعني حقيقة ما يميز ريادة الأعمال هو تركيزها على الإبداع وتقبل المخاطرة. طبعا سنتطرق إلى موضوع المخاطرة وماذا نعني به، فحتى يكون مشروعك حيوي ديناميكي لابد من أنه يتصف بالإبداع وتقبل المخاطرة. طبعا كما ذكرنا، ريادة الأعمال هي كفاية أساسية، يعني كثير من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كثير من الدول المتقدمة والتي حققت نجاح تعتبره مهارة يجب أن يتم تعلمها مدى الحياة، لايف لونج ليرنينج سكيل، بمعنى أنه يجب أن نعلمها لجميع أفراد المجتمع حتى يكون لدينا مجتمع يتصف بالديناميكية بالحيوية، مجتمع مبدع يقدم أشياء جديدة. نحن في الوحدة الثالثة يا عايدة، في المحاضرة الثالثة، فإذا هي مهارة نتعلمها مدى الحياة، تعكس طريقة حياة ونمط عيش، لا تقتصر على طرف دون طرف آخر، تمارس في المجال التجاري وفي المجال الحكومي وفي مجال العمل الخيري في جميع المجالات. والنظرة حاليا هو أن كل الناس إذا ما توفرت لديهم الفرصة لتعلم المهارات والقدرات وامتلكوا حرية التصرف واتخاذ القرار، يستطيعوا أن ينخرطوا في مجال ريادة الأعمال. لا، للأسف يعني أنا كنت عكس ما تتمنوا أنتم، كنت أتمنى لو أنه المصطلحات اللغة الإنجليزية مدرجة، ولكن يعني للأسف المادة العلمية يعني لم تخصص لقاءات للمصطلحات باللغة الإنجليزية. طيب، فهذا فيما يتعلق بمفهوم ريادة الأعمال. قلنا أبسط تعريف يعني إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة، هذا أبسط تعريف لريادة الأعمال. طيب، الآن دعونا ننتقل إلى ما هي الخصائص؟ يعني المادة العلمية بتقول لك مميزات، لا هي مش مميزات بمعنى إنه من غاية، لا مميزات بمعنى خصائص مميزة بس تساعدنا على أن نميز ريادة الأعمال عن غيرها. نعم. نعتمد المادة العلمية ونستعين باللقاءات الحية. نعم، المادة العلمية سواء المرئية، وأنا ذكرت أنه لا مانع بأن نستعين أيضا بالتفريغ للي ما بحب يدرس من خلال مادة مرئية. فإذا ما هي الخصائص التي تميز ريادة الأعمال عن غيرها؟ أولها المخاطرة أو المغامرة المحسوبة أعزائي، المحسوبة. نعم، نحن يعني رائد الأعمال مغامر ولكنه ليس مقامر. ما الفرق؟ ما الفرق ما بين المغامرة والمقامرة؟ نعم، هل تعرفون ما الفرق ما بين المغامرة والمقامرة؟
صحيح صحيح. إذا صحيح يا بعد مهنجا. إذا المغامرة يتم فيها إجراء دراسة وجمع أدلة تؤيد وتدعم إقدامي على إنشاء المشروع. المقامرة على البركة، على البركة بدون دراسة وبدون وجود أدلة تدعم الخطوة التي تقدم عليها. زي القمار، يا بتفيد يا بتخيب. نعم. فنحن في ريادة الأعمال، لا هي صح احنا بنقدم على شيء خطوته عالية، ولكن بعد أن نجمع أدلة ونجري دراسة، هذه الدراسة راح تدرس عنها إن شاء الله لاحقا، اللي هي خطة المشروع. نجمع معلومات، نجري دراسة محكمة تجعلنا نشعر بنوع من الاطمئنان بأنه ما نقدم عليه يعني سيقود إلى ما نصب منه. في أيضا موضوع الابتكار، نعم، بأن نخرج بشيء جديد نطبقه غير مسبوق، في موضوع المبادئ اللي هي استباقية، بمعنى أنه أنت المتحرك الأول والبعض يضيف له المتحرك الثاني، يعني مفهوم شخص يحاول أن يكون الأول دائما يسبق الآخرين. وفي عندنا شمولية الرؤية، لأنه إحنا بناخذ المشروع من كافة الجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية والإدارية، نغطي كافة الجوانب، فرؤيتنا شاملة للمشروع لا تقتصر على جانب واحد فقط. وأيضا التفرد، التفرد بمعنى أنه يعكس فرديتك، يعكس شخصيتك، نعم، شخصية الريادي الذي أقدم على العمل الحر وأنشأ مشروع. فهذه الخصائص المميزة، برجع بكرر، هذه الخصائص المميزة لريادة الأعمال. طيب الآن هل لديكم سؤال؟ هل لديكم سؤال بخصوص الخصائص؟ تمام. إذا طيب، هذا تعريف ريادة الأعمال والخصائص المميزة لريادة الأعمال. ماذا بالنسبة لرائد الأعمال؟ كيف يمكن أن نعرف رائد الأعمال؟ يعني يمكن أن ننظر له حقيقة وجهات النظر متعددة في تعريف رائد الأعمال، ولكن إحدى وجهات النظر المعتمدة في المادة العلمية يمكن أن ننظر إلى كوسيط يأخذ الموارد من الموردين، يجري عليها عمليات ويقدمها كمنتج جديد مبتكر للزبائن أو العملاء. فهو بهذا المعنى متعهد أو وسيط يتوسط ما بين الموردين والعملاء. يعني شخص لديه فكرة، يشتري الموارد من الموردين ويجري عليها عمليات، يتحمل مخاطرة إنه ينشئ مشروع حتى يستطيع إنه يكسب العملاء. نعم. وبهذا المعنى حقيقة رائد الأعمال يعني شخص يساهم بما يسمى عامل تغيير، أو في بعض بسميه بالتدمير الخلاق. نعم، creative destruction. إنه بيكون السوق متعود على منتجات وأساليب عمل قائمة لفترة قد تطول، فيأتي رائد الأعمال بفكرة جديدة يطبقها ويطرحها على شكل منتج أو خدمة أو طريقة لأداء، فيدمر ما هو قائم وينشئ قطاعات جديدة. لاحظوا على سبيل المثال، لفترة طويلة كانت الآلة الكاتبة هي السائدة، ثم جاء شيء جديد دمر الآلة الكاتبة، اللي هو إيش؟ ما الذي دمر الآلة الكاتبة؟ الكمبيوتر، نعم الكمبيوتر، حاسوب. تذكروا البيجر، كانت فترة من الفترات شائعة جدا. نعم، نفس الشيء
جاء الهاتف وتم يعني أمثلة كثيرة، نوكيا دمرتها الهواتف الذكية، كوداك أيضا التصوير الديجيتال دمرها، يعني أمثلة كثيرة قد تطول. وحاليا يعني نجري ابتكارات جديدة تدمر ما هو قد تدمر ما هو قائم عاجلا أم آجلا، وتنشئ قطاعات جديدة. هذا بنسميه التجميع الخلاق، تجميع النحلة والأمام يعني للأفضل. طيب كيف تطورت ونمت ريادة الأعمال؟ يعني حقيقة هذا الموضوع أجري عليه دراسات. ريادة الأعمال تصقل من خلال مجموعة من الأمور، من العلم، من الخبرة، من القدرة على التكيف مع البيئة. يعني لو أخذنا الدول الغربية المتقدمة في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، القرن الماضي، حقيقة كان في بيئة ساهمت في ظهور العديد من رواد الأعمال اللي بفضلهم وبفضل ابتكاراتهم أصبحنا الآن يعني نعتمد عليها، ابتكاراتهم لا نستطيع أن نستغني عنها وغيرت حياتنا. ما هي تلك العوامل؟ هنالك يعني نستطيع أن نفرزها، وهناك تصنيف آخر راح ناخذه، إلى عاملين أساسيين اللي هو عوامل ثقافية واجتماعية وعوامل متعلقة بالبيئة. العوامل الثقافية تأتي من الأسرة، العائلة، الجامعة، من العمل، بأن تكون مشجعة على المبادرة والابتكار والمخاطرة أو المغامرة. أيضا هنالك عوامل متعلقة بالبيئة من حيث مؤسسات القطاع العام، القانون والنظام السياسي يكون يدعم توجه المجتمع نحو العمل الحر، وأيضا وجود بنية تحتية ونظم للمعلومات تساعد رائد الأعمال أن قيام بإنشاء مشروع. هذا جانب من العوامل يعني اللي ساعدت في نموريات الأعمال في الدول المتقدمة خلال السبعينات والثمانينات. كمان شوي راح ياخذ تصنيف ثاني بالمناسبة. هنالك موضوع جوهري لريادة الأعمال اللي هو خلق الفرص أو إيجاد الفرص، الأوبرتيونيتي. موضوع الفرصة موضوع مهم جدا حتى تقتنص الفرصة. يعني أنا شخص قد أسافر وأكتشف فرصة، قد أكون يعني في هناك مثال بضربه، إنه أنا مثلا بالرياض عايش وأنا أقود سيارتي، لاحظت إنه بينشئوا مترو بالرياض، أشوف فرصة تجارية لهذا المترو، إنه بتطلب وجود محطات المترو، مثلا مطاعم أو أماكن تسوق، الناس اللي تنتظر المترو حتى يجي. أكتشف فرصة، الفرصة بتطلب رائد أعمال بعمل سكانينج، مسح للبيئة، ببحث عن الفرصة، ولكن حتى يقتنصها طبعا هو يمتلك مهارات وقدرات تمكنه من إنشاء مشروع. وحتى يتمكن من إنشاء مشروع يجب أنه يمتلك الموارد اللازمة لإنشاء مشروع واقتناص الفرصة. فأنا مثلث أن رائد الأعمال والموارد التي يحتاجها والفرصة التي سيقتنصها اقتناص. لاحظوا مفهوم الاقتناص بمعنى أنه في استباقية، بس بقليل قبل ما غيري يقتنصها أنا بقتنصها. نعم، هذا فيما يتعلق بمفهوم خلق الفرصة. فنرجع للتصنيف الثاني الأكثر تفصيلاً للعوامل اللي دعمت ظهور الأعمال، وخصوصا في البيئة الغربية المتطورة الآن، وهي هي بكل تأكيد ساهمت بشكل كبير في تطورها. أول شيء نظرة المجتمع لرائد الأعمال وتعامله مع رائد الأعمال. يعني في هذه الدول له أولوية وله احترامه، ونظرته للمجتمع إيجابية كونه شخص يساهم في تطور المجتمع وفي خلق فرص توظيف. فالمجتمع يعني
ينحاز له ويقدر ويعطيه الاحترام. طبعا الحمد لله مجتمعاتنا بدأت تتغير. زمان كان اللي عنده مشروع بجوز يرفض زوجه ويقول لك انه انت وضعك مش مستقر وشوف لك وظيفة. لا الحمد لله الآن بدأ يتغير هذه النظرة في مجتمعاتنا وأصبحت ثقافة نعم صافية الحمد لله. في أيضا التعليم، طبعا التعليم في مجال الريادي، ريادة الأعمال يا أخوان أصبحت يعني تأخذ بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في ريادة الأعمال. بغض النظر على الأقل أنه يدرس لجميع التخصصات الحمد لله رب العالمين. نعم أصبح يعني أنه على الأقل كمقرر كمادة زي ما أنتم تدرسوها يعني درس لجميع أثابنا وأثابكم أنه يدرس لجميع، لأن الجميع يعني حتى الطبيب مش بكرة بدي يعمل عيادي مشهور بدي يعرف كيف يعمله وينجح، المهندس ممكن يفتح مكتب هندسي. نعم فالجميع محتاج يعني نحن نطالب دائما بأنه هذا المقرر لا يقتصر فقط على طلبة ريادة الأعمال اللي بدرس محاسب مش بدي يفتح مشروع. نعم في وأنا ذكرته من أول لقاء الماضي اللي هو أفضل تفريغ ريادة الأعمال. نحن يعني ملزمون حقيقة، أنا يعني بحاول أقاوم نزعتي بإني أشرح أشياء جديدة مش موجودة في المادة العلمية، حتى يعني بحاول ألتزم قدر الإمكان في المادة العلمية. نعم المادة العلمية هي اللي معتمدة وفيها أنا نعم إلى العيار طرقت المادة العلمية المرئية على شكل مكتوب، وهذا جيد يعني من يحب أن يقرأ. في أيضا أعزائي موضوع العوامل الاقتصادية والديمقراطية. الديمقراطية نقصد فيها خصائص السكان. ريادة الأعمال تتطلب مجتمع يافع، مجتمع شامل زي مجتمعاتنا. يعني مثلا في دراسة تقول إنه أكبر من أكثر المجتمعات فيها نسبة شباب عالية هي المجتمع السعودي. هذا يعني بعطينا فيما لو تحسن يعني الشباب وتم تعليمه لثقافة العمل الحر ونشرها في المجتمع، إنه هذا بعطينا أمل إنه كثير منهم إن شاء الله سيقدم على إنشاء مشاريع ريادية تساهم في تطور مجتمعاتنا وتطور اقتصادنا والتنظيف القطاع البطالة. تعرف أن العمل يقتل الفقر والمرض يعني ويساهم في تطور المجتمع بشكل عام. موجود نعم موجود بإمكانكم تبحثوا عنه. لا نفس اللي بقوله يا عبير نفس اللي بقوله، أنا فقط بعطي أمثلة زيادة حتى أوضح الفكرة. نعم حتى أوضح الفكرة نفس اللي بحكيه كله أنا ملتزم فيه، وكما ذكرت أقاوم رغبتي في إني أشرح أشياء جديدة ما لأن هذا حقي، ولكن حتى يعني نعم نفسه. طبعا هذا علم والعلم يتطور. لا ما بلخبطكم، لا يا عبير ما بلخبطكم، أنا ملتزم بالمادة العلمية وملتزم أيضا بإني ما يعني المعرفة الحديثة اللي بتظهر إنه نتعلمها. تعرفوا الكتاب استغرق سنتين حتى يتم إعداده وطباعته ونشره، بعدين بيحتاج إلى تحديث بشكل سنوي. إذا بدنا نتوقف عند اللحظة اللي تألف فيها الكتاب ما راح نتطور. فمع ذلك أنا يعني إلى حد كبير والمتابع معاي بعض هذا الكلام هي ملتزم إن شاء الله بالمادة العلمية.
لاحظت هذا الشيء؟ نعم، سهل الأمور إن شاء الله. طيب أيضا موضوع التطور التكنولوجي وظهور تكنولوجيات حديثة ساعدت في القيام بمختلف الأعمال. موضوع التطور التكنولوجي ساهم كثير في إنشاء مشاريع جديدة، أصبح بالإمكان إنشاء إنتاج منتجات لم يكن سابقا فكرة، كانت حلم، ولكن لما تطور التكنولوجيا أصبح بالإمكان إنتاجها. موضوع طريقة الحياة، يعني بجوز كانت العلاقات الاجتماعية برغم من إيجابيتها إنها تأخذ وقت كثير من الشخص، وارتباطه بالعائلة وبالأهل وبالأسرة الشديد كان يأخذ من وقته كثير. الحياة المستقلة إلى نوع ما، اللي الشخص بيعتمد على وجهة نظره بيطبقها ورؤيته بيطبقها دون الحاجة إنه يستشير الجميع ويأخذ موافقتهم، هذا شجع لظهوريات الأعمال. التجارة الإلكترونية، لأن تعرفوا أنتم كثير من المشاريع أصبحت تنشأ من خلال الإنترنت، حتى يعني بجوز في السعودية إذا بتلاحظوا، وهذا بحب أنبه عليه طالباتنا، إنه أصبح مجال مهم، كونه يعني بجوز كان في سعودي إنه البنت تطلع تشتغل وتنشئ مشروع وتعمل مقر للمشروع وتستقبل زبائن. أصبح كثير من الفتيات والسيدات أنشأوا مشاريع من خلال الإنترنت وحققوا نجاحات ملفتة للنظر. هذا شيء إيجابي نتمنى أنه يعمم، وأنه تحطوا بالكم أنتم، يعني هذا رزق، شيء إيجابي يعني تستطيع أن تساهم في رفع مستوى المعيشة لأسرتها هذا نفسها. يعني حتى لو كانت هي بتشتغل بوظيفة أصبح بإمكانها من المنزل تشتغل. هاي نقطة يعني لأهميتها بحب أن ألفت النظر إلها لمن لم تمارس، وقد يكون من بين طالبات الآن في اللقاء يعني من دخلت في مجال ممارسة العمل الحر من خلال. طبعا كان الاهتمام بأمين وفق الجميع إن شاء الله، كان الاهتمام بالصناعة. الصناعة مهمة بكل تأكيد، يعني هذا لا يختلف عليه، بشرط أن تكون صناعة مش تجميع، لا، ابتكار، مبتكر منتجات جديدة إحنا صناعها. ولكن أصبح في اهتمام كبير بالاقتصاد الخدمي، يعني القطاع الخدمي أعزائي، يعني هذا يوفر كثير، يعني والإبداع فيه موجود، فهذا ساهم في حقيقة في مشروعات العمل. نعم، موفق إن شاء الله يا مها، يعني وأتمنى إنه تجربتك توثقيها وتنشريها للطالبات، حتى يعني أو زميلاتك وأي واحد عنده تجربة تحاول تشجع تأخذ على عاتقها تشجيع نشر هاي الثقافة، لأنه بتساهم برفع مستوى معيشتنا. نعم، بتخلينا يعني منتجين إيجابيين مش سلبيين مش عالي. المهم خلونا الآن نتحدث عن فوائد. ما يعني ما هي الفوائد التي أحققها؟ طبعا من مارس هذا العمل يستطيع أن يعرف فوائدها. أول شيء الاستقلالية، أنت مش معتمد على حد، معتمد على نفسك، يعني وما في حد بتحكم فيك، أنت سيد نفسك. يعني بالوظيفة تعال روح، اليوم ما في لك إجازة، عندك يعني محكوم بمديرك بتعليمات المنظمة اللي بتشتغل. لا، في ريادة الأعمال أنت بتتخذ قراراتك بنفسك، ما حد بأمر عليك، أنت بتأمر على نفسك وبتمشي الأمور زي ما بدك، بتحقق ذاتك. طموحك،
طموحاته. تعرف انتم اظهر الناس بتحقيق الذات، تحقيق الذات من قمه الهرم. هذا تتاتى للكثيرين من خلال ممارسه العمل، من خلال ممارسه يكون عندك طموح، بيجيك عائد. طبعا احنا الفلوس صحيح هي مش غايه، ولكنها بتساعدنا على نحقق الغايه، بتسهل. نعم كثير من الامور الخيره، أنا نستطيع ان نقوم بها من خلال المال وعداء، ولكن اداء مهم. هذا بيعطيك مجال التميز عن الاخر. تجد كل الموظفين بيستنوا براتب اخر الشهر متى بنزل، وزادوني 300 ريال الحمد لله السنه. وانت يعني تضحك من هذا الكلام، يعني اللي مارس العمل الحر بيعرف انه يعني بالنسبه له 7000 ريال وزياده 300 ريال كل سنه مش طموح، يعني بحققهم بسرقه. فحقيقه رياده العمل بتساعدك على انك تحقق ثروه. نعم تحقق ثروه وقد تكون خلال وقت قصير. قد يعني هذه من الامور الجالبه. برضو انت تشغل نفسك، يعني لك دور في المجتمع. تخيل انه لما تكون موظف عدد كبير من الناس، كل واحد فيهم فاتح بيت وعنده عيلة، لا تشعر بانك انت خدمت مجتمعك، بانه في كذا عائله تعيش من خلال عمل انت انشاته. فانت تنتقل من عائله على المجتمع، يبحثوا لك عن وظيفه، الى شخص يساهم بتوظيف الاخرين وايجاد منتجات تشبع حاجاتهم ورغباتهم، وبالمحصله تطوير الاقتصاد، خاصه اذا كان في التوظيف. نعم، فهذا كلياته يعني بالمحصله من فضائل رياده الاعمال للفرد والمجتمع والبلد والأمة. وتظهر النتائج واضحة للعيان عندما يصبح ثقافي، الجميع مشجع عنده. للأمانة كما أن لرياده الأعمال فوائد، هنالك بعض السلبيات والمخاطر. يعني حتى نكون منصفين يجب أن نوضح بعض السلبيات والمخاطر، ولكن كل شيء بهالحياة له كمقدم، حتى لا ننسى من رياده الأعمال. بعد قبل ما نذكر السلبيات، كل شيء بهالحياة ما بيجي بالساهل. أولا الشيء اللي بيقومه له قيمة بحتاج إلى وقت، بحتاج إلى جهد وتعب حتى نشعر بلذته. بيجينا بالساهل مش احنا نشعر بلذته. كل شيء له إيجابيات وسلبيات، هذا شيء قليل. من بدايتها إنه في البداية ترى معظم السلبيات في البداية لغاية ما توقف على رجليك أو المشروع يوقف على رجليك. من أهمها إنه عدم استقرار الدخل واستمراريته في البداية. المخاطرة أحيانا قد تكون عالية وقد تكون خسارة، تخسر كل شيء. طبعا نحن دائما ننصح رواد الأعمال بأنه الخسارة اللي ما بتهدك، يعني أنه هذا المبلغ لو خسرته ما رح أدخل السجن أو أنهار. نعم محسوب. في البداية أيضا بتطلب منك ساعات عمل طويلة حتى تعرفوا أنتم أنه يعني الطفل حتى ينمو ويصبح قادر أنه يتكلم ويمشي ويتعلم بدك تتعب عليه. فنفس الشيء المشروع وهو طفل وهو جديد بدك تتعب عليه وتعاني من ضغوط وتتحمل مسؤوليته ومسؤولية كاملة، وقد تأتيك فترات تشعر بإحباط وقلق وتوتر. هذا شيء متوقع، بدك أنت تتوقع وتكون مجهز نفسك وتتحمل، لأنه إذا تحملته واستطعت أنك تواجهه راح ينجح مشروعك. بيجتاز المرحلة الحرج. نعم فهذه حقيقة السلبيات. وكما ذكرت يعني هذه السلبيات
بدنا نتوقعها على حدتها بتختلف. لأي مدى أنت كنت مستعد بتكون حدتها أقل، كل ما كنت مستعد أكثر. إذا كان استعدادك وتخطيطك المسبق أقل، فاحتمال يكون أنك تواجهها بشكل أكبر. لذلك نحن ننصح بالتخطيط حتى السلبيات هاي نقللها إلى أكبر حد. المحاضرة الخامسة صفات ومهارات ريادة الأعمال. في البداية بعطيكوا اختبارات تعرف عن نفسك ومدى رياديتك. حلو الاختبارات، في الكتاب موجودة، وأتمنى أنكم تمتلكوا الكتاب حتى ترجعوا له في أي وقت لاحقا. في مجموعة من التمارين اللي بتقيس مثلا مدى توافر الصفات زي تقبل المخاطرة والتحمل والعزيمة والإصرار والمثابرة والمقدرة على التعامل مع الآخرين والتأهيل العلمي والخبرة المكتسبة. يعني موجود عندكم نعم العمل مع فريق صحيح. هذه الأمور كلها مهمة، موجود عندكم الكتاب تقييم شخصيتك، تمرين بإمكانك أنك تحله، تقييم مهاراتك وخصائصك وتقييم شخصيتك وتختبر نفسك. نعم. هذا يعني تمرين بإمكانكم تحلوه. لذلك أنا بدي أنتقل إلى المحاضرة السادسة المتعلقة بصفات رائد الأعمال، وما هي الصفات التي يمتلكها رائد الأعمال؟ عندنا ست صفات مهمة، يعني مدارس كثيرة وآراء كثيرة، ولكن بدينا بصفة عامة. هناك مجمع عليها ست صفات مهمة. أولها وضوح الهدف. لما أنت عندك هدف واضح أنت عارف شو بدك فيه، بمعنى إنه مش شخص بيأثر عليك كلمة بأخذك وبكلمة بوديك، حكى لك روح يمين بتروح يمين، روح شمال بتروح شمال. لا، أنت عارف إيش بدك إياه وماشيله. الهدف أنا بشبهه دائما كالشمعة المضيئة في الليلة الظلماء. فإذا أنا عندي هدف بكون عارف إيش لازم أعمله عشان أصل للهدف، بكون عارف إيش الخبرات اللي لازم أكتسب هذه المعارف، بكون عندي ثقة بالنفس ومثابرة حتى أصل للهدف، ومتحكم بنفسي وبسيطر على نفسي، وبقيس إلى أي مدى دائما بتقدم نحو الهدف. فهذا كله بتضمنه يعني التقدم الموجه للهدف. هذا بخلق دوافع ذاتية دائما بدي أصل، بدي صوت يعني لأي مدى اقترب بالفعل من هدف. في أيضا خاصية مهمة ثانية، هي إنه البحث عن أسلوب معين في الحياة أو الاستمتاع بالعمل. لاحظوا أعزائي، رائد الأعمال مش مجبور، مش شخص قاعد بمارس عمل كرهانه وغصب عنه بس مشان يجيب فلوس ومشان يكون رائد أعمال. لا، هو بمارس شيء مستمتع فيه بالضبط زي الفنان اللي برسم لوحة أو بألف لحن موسيقي، لأنه هو مستمتع بالعملية. صح بتجيب الفلوس، بس هو بيشتغل لأنه متعته موهبته. الرياضي صح بيجيب الفلوس ودخل، ولكن هو أيضا بيستمتع بممارسة الرياضة بغض النظر عن نوعها. نفس الشيء هي زي الفن، إنه أنا هذا الشيء صح بمارسه، صح في تعب ولكن أنا مستمتع. نعم، هذا جانب مهم. حتى تنجح بشيء يجب أنك تناسب استمتع، مش وأنت متنكد وبتتدمر ما راح تنجح. يعني هذا شيء ما في إجبار إنشاء العمل. طبعا أنا حتى أنشأ عمل حر، هذا مرتبط بالإبداع بالأمان، حتى أنشأ عمل حر وأبدع فيه وأستمتع فيه يجب أن يكون ملائم لشخصيتي. كل واحد فينا في شيء بحياته بيستمتع فيه، استطاع أن يحوله لمشروع ويكسب فلوس من خلاله رح ينجح. يعني كل واحد فيكم لو يفكر بالأمور اللي بتجذبه
بتخليه بتشد انتباهه يستمتع فيها، يستطيع انه يجد فكرة مشروع يستغل فيها موهبته. أعزائي بتمنى انكم تحبوا المادة، يعني مش بس انه شيء بدنا نخلصه مشان ناخذ درجة ونخلص، يعني اتمنى انه نحاول انه نستمتع بالدراسة حتى نجيب درجة، درجة نتيجة وليس يعني نتيجة لانك انت درست واستمتعت واستفدت، بتجي درجة لوحدة. نعم ان شاء الله ان شاء الله. طبعا في عنا ايضا عدم الخوف من الفشل، موضوع الخوف من الفشل يعني الى حد ما يكون مسيطر علينا، القلق والتوتر دائما، يكون لنا حب مخاطره، ننظر الى الايجابيات للنصف الممتلئ، ويكون لنا اقدام وشجاعه. موضوع شخصيات حالمه، أرجو أن لا يعتقد بعضكم أنه حالم بمعنى أنه بعيد عن الواقع أو رومانسي مغيب، لا، هو شخص واقع، وهذا بنربطه بالفاعل بالخاصية الخامسة، أنه صح حالم بمعنى أنه لديه حلم، I have a dream، وحلمه بده يحققه، هذا بيعطيك قوة دفع مش ببعدك عن الواقع، بيعطيك أنه كن فاعل. الخاصية الخامسة إن يكون عندك ميل نحو الإنجاز، إنك تحقق الحلم بعيد عن المماطلة والتسويف والتأخير. نعم، وأيضا هو شخص لا يستسلم للعوائق، العوائق طبيعي، هذا شيء طبيعي بالحياة، جزء أساسي من حياتنا، وجود عوائق، وجود مثبطات، وجود محبطات. نعم، فهذا طبيعي، بدنا نتقبله ونتعامل معه. نفس الشيء اللي بنشئ مشروع ما يتوقعش انه كل دائما الإشارة الضوئية خضر، لا، راح يجد عوائق ولازم يكون عنده القدرة انه يتعامل معها ويتجاوزها حتى يحقق النجاح. الشخص اللي من اول عائق بيستسلم لن يستطيع النجاح في انشاء مشروع. هذا في يتعلق بالخصائص الأساسية لريادة الأعمال. نعم، عنده رغبة ملتهبة. هنا نكون يعني وصلنا للمحاضرة. في فقط الفرق ما بين رائد الأعمال ورجل الأعمال، يعني بعض الكتاب ومن ضمنهم كتابنا يقول إنه نعم رجل الأعمال نظرته قصيرة الأمد بهدف إلى تحقيق ربح سريع ومستعد يتخلى عن المشروع بسرعة إذا ما حقق له ربح. رائد الأعمال لا، نظرته طويلة الأجل، بحب مشروعه، بده ينجح ويكبره، ونظرته مستقبلية. نعم، عنده انتماء وإخلاص للمشروع. المادة العلمية اللي أنا جالس بشرحها فيها، وأنا ذكرت لكم أنا بشرح من المادة العلمية، أتمنى إنه هذا يكون واضح الشيء. طيب، عندكم أي سؤال أو استفسار أعزائي؟ طيب، في الختام حتى نلتقي في لقاء الحي القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. لا إن شاء الله لاحقا، إن شاء الله. طيب أعزائي، انتهى لقاءنا، إن شاء الله نلتقيكم في لقاء الحي القادم.